السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة اللي عندهم شرائح أو دي بي جي جي دو جي وبغاو ينتقلوا للتروا جي غراتويتمون بلا ما يروحوا الوكالة تاع جي جي ولا يروحوا الكاش تاكسي فون يدير لكم العملية بالصوار. الشروط أنه يتوفر عندك سواء هاتف بكل تأكيد ولا طابلات ولا حاسوب اللي يكون عندك فيه كونيكسيو باش تدخل الموقع تاعهم. تدخل الموقع my.gz.dz .dz وليس .com. .com ما تقدروش تدخلوا. كي تدخلوا تجيك من واجهة كي من هذه، تضغطوا على كري ان كونت. كي تضغطوا على كري ان كونت تجيكم واجهة كي من هذه، تلوحوا هنا الرقم الهاتف تاعكم، اللقب، الاسم، الادرس، الايميل اللي راح يجيكم فيه التنشيط ولا التفعيل، لا دات دو نيسونس، الجنس هنايا اوم او فام، الكابتشا والولايه بكل تاكيد. لكن انتبهوا مليح، اذا كان لابيس ماهيش الا راه ماهيش ماركي عليكم نتوما، يعني مارك واحد ماركاه على اخوه ولا على اختو ولا على باباه، ولا من الافضل انه يحط المعلومات تاعو. مثلا انا حط لابيس دي تاعي، انا نهار درتها كانت محطوطه على اسم الطفل تاعنا، وبالتالي دخلت المعلومات تاع طفل خويا. هذه هي، كي تلوح المعلومات تاعك تضغط هنا جاكسبت، دير كري ان كونت. كي دير كري ان كونت يجيك ميساج للتليفون تاعك فيه كود كيما هذا. الكود هذا واش دير له؟ تولي تدخل الواجهه اللي كيما هذه، تلوح الرقم تاعك الهاتف هنا، وتلوح الكود هذاك اللي يوصل لك في الهاتف. كي تلوح الكود هذاك اللي يوصل لك الهاتف راح تجيك مواجهه كيما هذه. تضغطوا على ميغراسيو 3 جي، يعني التحول الى الجيل الثالث. كي تضغطوا على التحول الى الجيل الثالث راح يطلب منكم تجيكم كيما هذه. تلوحوا هنايا الايميل تاعكم اللي راح تنشطوا به، الايميل اللي انسكريتو به النهار الاول، وتعاودوه هنا فقط. وهنا تخرج لكم المعلومات تاع الشريحه تاعكم، يعني الكونترا. قلنا تلوحوا الايميل تاعكم هنا وتضغطوا هنايا وديروا اونفاي. كي ديروا اونفاي واش راه يصرى؟ يجيكم كيما هذه، يقول لك باللي راه نبعثوا لك ايميل او رساله الايميل تاعك. كي تفتح له الايميل تاعك، حسنات الايميل تاعكم، كي تفتحوه هذه هي الرساله تاعو. هاو كليكي ايسي بور كونفيرمي لا ريسيبسيون دو كونترا. كي تضغطوا هنايا صاي، ولا كان حبيتو تحملوا الكونترا تضغطوا هنا فقط. كي تضغطوا هنايا تخزنوها وين حبيتو. ها هي الكونترا تاعي انا، احتفظوا بهذا الكونترا وتخليوها عندكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.